شاركت في هذا المؤتمر بمداخلة حول الرواية العربية والكاتبة العربية وأسئلة الجندر. يعني تماما عنوان مداخلتي كان يصب في العنوان العريض والعام لمؤتمرنا الذي اجتمعنا حوله، وهو أسئلة الجندر عند الكاتبات العربيات أو المبدعات بالأحرى العربيات، لأن المنتدى شارك فيه عدد كبير من المبدعات في جميع المجالات البحثية والشعرية والقصصية والروائية، وكان هناك أيضا مبدعات في المسرح وفن الرقص إلى آخره. فكانت مداخلتي أنا في إطار قراءة لأعمال روائية تعود لكاتبات عربيات، طرحنا فيها أسئلة الجندر، وهذا الموضوع يختلف عن القراءة التي تتناول التمييز الجنسي ضد المرأة. من هنا كان يعني خصوصية مداخلتي أنها تناولت الأسئلة التي طرحتها الكاتبات العربيات من خلال رواياتهن.